السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 28 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد سبق معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن كبيرتين من كبائر الذنوب، الكبيرة الأولى قذف المحصنات، وبينا حينها معنى القذف وأنه الرمي بالزنا أو اللواط للمرأة أو الرجل، وبينا آنذاك الأدلة الدالة على ذلك وما وجه كون القذف كبيرة والحد الدنيوي المترتب على القذف والوعيد الأخروي المترتب عليه. وبينا كذلك في الدرس السابق الكبيرة الثانية، وهي التلون، حين قال المصنف باب ما جاء في ذي الوجهين. والتلون معناه أن يأتي الإنسان هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وذكرنا حينها أن هذه صفة المنافقين كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة البقرة في موضعين، وبينها كذلك في سورة المنافقون. وذكرنا حينها أن الإنسان يجب عليه أن لا يكون متلونا، ولا مانع أن يداري الناس، وتكلمنا حينها عن الفرق بين المداهنة والمداراة، وقلنا أن المداهنة لا تجوز، فالمداهنة فيها تنازل عن أمر من أمور الدين أو عن أكثر من أمر، وأما المداراة فليس فيها تنازل عن أمر الدين، وإنما هي التودد للآخرين بما أباحه الشرع. ومع أن المداري يرد الطرف الآخر إلى الدين، بخلاف المداهن فإنه يتنازل للطرف الآخر عن شيء من دينه، ولذا حرم ذا وأجيز ذاك. كلامنا اليوم أيها الإخوة عن بعض كبائر الذنوب المتعلقة باللسان أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النميمة، وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وعن حذيفة مرفوعا أي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام. ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كبيرة من كبائر الذنوب وهي النميمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على أنها كبيرة، ومنها قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة، مشاء بنميم أي يمشي بالنميمة بين الناس. وفي قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، قبل هذه الآية إشارة إلى أن النمام يكثر من الحلف: والله سمعت فلان قال كذا وكذا، والله سمعته بنفسي، والله رأيته، والله والله. من يكثر الحلف فإن ذلك علامة على أنه غير صادق. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، هذا الحديث متفق عليه، وجاء عندهما بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام أيضا. وقوله لا يدخل الجنة، هذا التوعد بالنار لا يعني أن الإنسان المتوعد بهذا الفعل أنه مخلد في النار،
لكن المعنى أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، فيعذب على هذا الفعل عذاب الكبيرة من الذنوب، ثم بعد ذلك يخرج من النار إن كان مسلما ويدخل الجنة. فجميع المسلمون، فجميع المسلمين لا يخلدون في نار جهنم أبدا، وإنما يدخلون النار تمحيصا لهم عن ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة. ومن أهل الإيمان والإسلام من يعفو الله تبارك وتعالى عنهم قبل أن يدخلوا النار فيدخلون الجنة، ومنهم من يشفع فيهم فلا يدخلون النار، إلى غير ذلك من الأحكام التي هي من قبيل أحكام اليوم الآخر، وقد تقدم معنا شيء منها في دروس أشراط الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من البول، أي لا يتنزه عنه، أي لا يتنزه عنه. وإذا لم يتنزه الإنسان عن النجاسة صارت صلاته وطهارته غير صحيحة، أليس كذلك؟ إذا كان متعمدا، وبالتالي فإن هذا الأمر يجر إلى معصية أكبر. والآخر كان يمشي بالنميمة، وهؤلاء الاثنين عذبا في القبر، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واطلاعه صلى الله عليه وسلم على حالهما من قبيل الغيب الذي يظهره الله لمن شاء من رسله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلع الله تبارك وتعالى بعض رسله على ما يشاء من غيبه. وقد أطلع الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه هذان الرجلان وعلى حالهما في القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أي ما يعذبان في أمر كبير الاحتراز عنه، يسير الاحتراز عنه، الاحتراز عن البول والاحتراز عن النميمة أمر يسير، فليس هو بكبير. أو يكون المراد أنه ما يعذبان في كبير في ظنهما، فكانا يفعلان هذا الفعل ظنا منهما أن هذا الأمر ليس بكبير، كما قال الله تعالى في شأن القذف: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال بلى إنه كبير، أي بلى إنه كبير إثمه وعظيم جرمه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير: ألا أنبئكم ما العضه القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس. العضه في الأصل السحر، ومنه قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى النميمة سحرا لأن أثرها في التفريق بين الناس كالسحر، بل جاء في الأثر: إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. وهذا يدل على أن أثر النميمة بين الناس أكبر حتى من أثر السحر، والعياذ بالله. طبعا اعلموا أن نقل الكلام بين الناس لا يجوز، وهو النميمة إذا كان على سبيل الإفساد، وأما إذا كان في الأمر مصلحة فلا بأس بذلك، إذا كان في الأمر مصلحة فلا بأس بذلك. وهذا له حالات عديدة، منها أن ينقل الرجل المنكر الذي يراه إلى الوالي ليرفع الوالي ذلك المنكر، أليس كذلك؟ هذا من قبيل النقل الجائز، بل قد يكون نقلا مشروعا، فليس الأمر على كل حال محرما، وإنما إذا كان على سبيل الإفساد يكون محرما. ولذا قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا فتكون مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره، أي حذر الشخص الآخر بأن فلان يريد أن يظلمك، هذا من قبيل النقل الجائز. وكما ينقل الأب أمور أبنائه إلى الأم والعكس، وكما ينقل الابن أمور إخوته إلى أبيه وأمه ليعالج ما يحصل منهم من أخطاء، هذا كله من قبيل النقل الجائز وليس من قبيل النميمة. هل الغيبة والنميمة متغايرتان أو متحدتان؟ الصحيح أنهما متغايرتان، وأن بينهما عموما وخصوصا، لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه،
سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. وأما الغيبة فهي ذكرته في غيبته بما لا يرضاه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيما عدا ذلك. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كبيرة أخرى فقال: باب ما جاء في البهتان، وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بسند صحيح. ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الباب عقده المصنف لبيان كبيرة ثالثة من الكبائر المتعلقة بهذا الشأن، وهي البهتان. فصار نقل الكلام عن الغير له ثلاثة أحوال: إما أن ينقل عنه كلاما صحيحا لكن لا يرضاه، وهذه هي الغيبة، أليس كذلك؟ وإما أن ينقل عنه الكلام على سبيل الإفساد، وهذه هي إيش؟ النميمة، أحسنتم. وإما أن ينقل الكلام وليس ذلك الكلام بصحيح، فهذا هو البهتان، وهو الذي أشار له المصنف أو عقد له المصنف هذا الباب. فالبهتان الباطل، وهو هنا رمي المسلم بما ليس فيه مما لا يرضاه. ولذا قال الله عز وجل في الآية الأولى التي ذكرها المصنف: بغير ما اكتسبوا، أي يرمون الآخرين بأمر لم يفعلوه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يرمونهم بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والحديث الأول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، هذا الحديث رواه أبو داود بسند جيد، وزاد فيه ابن ماجه: قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وهذه الزيادة صححها الألباني رحمه الله تعالى. والردغة هي الوحل، والخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم، قالهما المنذري رحمه الله تعالى. وإنما يجازى صاحب البهتان بذلك جزاء له من جنس عمله، فكما أنه نقل عن الناس ما لا يرضاه الآخرون عنهم وكذب في ذلك، جوزي بأن يسقى من عصارة أهل النار أو عرقهم، والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج مما قال، خروجه مما قال يكون بالتوبة إلى الله تعالى، وبأن يتحلل من المقول فيه عن ذلك. يعني قلت أنت عن فلان أمر ليس فيه، بهته، إذا أردت أن تتوب فتتوب إلى الله عز وجل وتذهب إلى هذا الشخص وتتحلل منه. طيب، قد يقول قائل: إني أخشى لو ذهبت إليه وأخبرته أن يكون بيني وبينه عداوة. فالجواب عن ذلك أن نقول: إذن يكفيك التوبة، وأن تستغفر له، وأن تدعو له بالخير، وأن تذكر في المجلس الذي بهته فيه ما يكون عنه حقا وفي خير، هذه توبة كافية كما ذكر ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. جاءت الإقامة. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أبوابا في اللعن. وسبق وأن ذكرت لكم أن هذا الكتاب يبدو أنه في أصله كان مسودة، لم يبيضها المصنف رحمه الله تعالى، ولذا حينما جاء إلى أبواب اللعن عقد ثلاثة أبواب في اللعن، وأدخل بينها بابا ليس من اللعن. فلعلنا نذهب إلى هذا الباب ثم نعود إلى أبواب اللعن حتى تكون تلك الأبواب في مكان واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفشاء السر. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن أعظم الأمانة. والحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، حسنه الترمذي. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه. هذا الحديث عقده المصنف رحمه الله تعالى في إفشاء السر، والسر من الأمانات،
التي قال الله عنها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإذا استودعك الإنسان سرا فيجب عليك أن تحفظ ذلك السر ولا تخبر به إلا من يحب ذلك الرجل أن تخبره إياه، أي يحب من استودعك السر أن تخبر عنه هذا الأمر للآخر، وأما ما عدا ذلك فإن الأمر لا يجوز، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وذكر الحديث الأول الذي فيه إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ما معنى يفضي إلى امرأته وتفضي إليه؟ أي يباشرها ويجامعها ثم ينشر ما كان بينهما من أمور الاستمتاع. هذا الأمر ينصب على الرجل وينصب على المرأة، فلا يجوز للزوج أن يخرج ما كان بينهما من أمور الاستمتاع، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، فإن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ثم بين في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وهذا الحديث حسنه الترمذي، يعني لو حدثك إنسان حديثا ثم التفت لا يريد أحد أن يسمعه، ما معنى ذلك؟ معناه أنه يريد أن يستودعك سرا، أليس كذلك؟ هذا أمر بدهي، يكون ذلك السر أمانة عندك، لا يجوز لك أن تفشيه، فإن أفشيته فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. وليس الأمر مقتصرا على الالتفات، ليس الأمر مقتصرا على الالتفات، بل قد يكون بأمور أخرى مثل خفض الصوت. جيت أنا وهمست في إذنك وسط مجموعة، ولا جيت أنا عندك وهمست في إذنك وإن لم يكن عندنا أحد، أليس المراد أن لا يسمعنا أحد؟ هذا سر. بل قد يكون الأمر فقط باستشعار أن هذا الأمر سر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير: من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه. حتى لو جاءك الرجل وحدث عن نفسه بحديث ترى أن هذا الحديث فيه خصوصية له، فعليك أن تكتم هذا الحديث وأن لا تخبر به أحدا. وإن كان الحديث الأخير فيه مقال، حيث أن الهيثمي في مجمع الزوائد قال عن هذا الحديث في إسناده عبيد الله بن الوليد وهو متروك، لكن مع ذلك فإن معنى الحديث صحيح. كل حديث يلقى إليك تستشعر منه أن صاحبه لا يريد أن يخرج إلا إليك، فإن عليك أن تكتم هذا الحديث وأن لا تفشيه، فإن أفشيته فقد وقعت في إيش؟ أحسنت، في كبيرة من كبائر الذنوب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.